بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع آداب طالب العلم. من ضمن الآداب عدم الحياء في طلب العلم، ليس هناك حياء في طلب العلم. وقلت قبل ذلك يضيع العلم بين شيئين، بين الكبر والحياء. اوعى تتكبر، اوعى تقول انا عالم عندي كل العلوم، لا اتعلم. اوعى تستحي من السؤال، ان دواء العي السؤال. الجاهل يسأل عشان يتعلم، لابد ان يسأل لينهل من علوم العلماء ويتعلم. لازم تزاحم العلماء بالركب. لما جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله، قالت يا سيدنا النبي إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال لها سيدنا النبي نعم، إنما الماء من الماء. يبقى ما فيش حياء في الإيه؟ في طلب العلم. لما النساء جئنا لسيدنا رسول الله، قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، الرجال بيجوا يجلسوا معك في المسجد ويتعلموا العلم على يديك ويسألونك، وإحنا يا رسول الله عايزين يوم وساعة نتعلم فيها على يديك العلم. فجعل النبي لهن يوما فعلمهن ووعظهن وأدبهن. ولما تيجي تشوف كده في العلماء الكبار، الإمام البخاري له شيخات تعلم على أيديهن العلم، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الأئمة الكبار لهم شيخات تلقوا العلم على أيديهن. لا حياء في العلم، العلم ما فيهوش حياء، ما فيهوش خشة. لازم تسأل عشان تتعلم، عشان تعرف، عشان يبقى الإنسان يعني متشبع بهذه العلوم من أمور الدنيا والآخرة. يبقى لابد من السؤال ومن التعلم. اللي مش عارف يسأل، ومن قال لا أدري فقد أفتى. أيضا من ضمن آداب طالب العلم عدم الانشغال بأمور الدنيا. خد بالك، الإنسان لو انشغل بالعلم وبقت شغلته العلم وطلب العلم، وشفناها والله في الدنيا، ما من واحد من أساتذتنا، أساتذة الجامعة ولا أساتذتنا في الأزهر أو في المساجد، أعطى وقته كله للعلم إلا ورأينا الدنيا تأتي تحت قدميه. وده حديث النبي. شوف سيدنا النبي ليه في الحديث، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طب التاني، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولن يملك من الدنيا إلا ما كتب له. ربنا حسم القضية في القرآن في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب التاني، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى العالم اللي شغلانته العلم، هو مدرس أو أستاذ أو إمام أو شيخ، انشغل بالعلم، أعطي العلم كلك يعطيك العلم بعضه. لما تدي وقتك كله للعلم ربنا هيفتح عليك وهيزيدك، وهتأتي الدنيا إليك وهي راغمة. ربنا يجعلنا من طلاب الآخرة، ولا يمكن الدنيا ولا حب الدنيا من قلوبنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ديت أربع حلقات تكلمت فيها عن آداب طالب العلم. بعد كده هنتكلم عن آداب العالم. العالم يتأدب بأي آداب عشان يبقى عالم رباني نوراني محمدي؟
سالك مسلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة الجاية هتكلم عن آداب العالم. ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قولوا آمين. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معايا وصلوا على الحبيب.